الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه والبيهقي والطبري، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: حديث حسن. فهذا حديث شريف جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أنه إذا دخل النور القلب، والنور هو نور الإيمان والهداية، فإذا دخل النور القلب انفسح وانشرح، اتسع القلب وصار الإنسان في سرور وسعادة وطمأنينة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن علامة ذلك، كيف يعلم العبد أنه قد دخل النور قلبه وانفسح قلبه وانشرح؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود. أول علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الإنابة إلى دار الخلود. والإنابة معناها اعتياد المكان والرجوع إليه. اعتياد المكان والرجوع إليه، هذا أصل معناها في اللغة. فالإنسان إذا انجذب إلى مكان وتعلق به وصار مهما بعد يرجع إليه، فيقال ينيب إلى مكان كذا. ومنه النوبة، إذا كان ناس يتناوبون على المكان هذا، كل منهم عندما تأتي نوبته يرجع إلى هذا المكان ويعود إليه. فالإنابة هي انجذاب القلب إلى الله سبحانه وتعالى. في الشرع الإنابة إلى الله تعالى هي انجذاب القلب إليه وتعلق القلب به سبحانه وتعالى، والرجوع إليه. والرجوع إليه. وكذلك الإنابة إلى دار الخلود، أي إلى الآخرة، هي من الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن دار الخلود هي التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى.
وهي دار كرامته ورحمته، فالإنابة إليها هي إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والإنابة نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه الكريم وذكر فضلها وثوابها وحسن ثمرتها في الدنيا والآخرة، ووصف بها الأنبياء في آيات عديدة من كتابه الكريم، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقد ذكر المفسرون أن الآيات فيها تفسير الإنابة، وكأنها بيّنت كيف ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة إلى الله تعالى بالإسلام له ومعناه الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وتكون كذلك باتباع ما أنزله الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فيتبع ذلك أي يعمل به بما أنزله الله سبحانه وتعالى وأمر به من عبادات ظاهرة وباطنة. وكذلك نجد أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن الله عز وجل أن الهداية إنما تكون للمنيبين إلى الله سبحانه، فقال سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وبيّن سبحانه أن الذي يتذكر ويتبصر وينتفع بآيات الله الكونية ويعتبر بما فيها ويستدل بها على عظمة الله تعالى وقدرته هم أهل الإنابة، فقال سبحانه وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. فأهل الإنابة هم الذين يهديهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يتذكرون وينتفعون بآياته سبحانه وتعالى. وكذلك وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بأنهم كانوا منيبين إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه فسر بتفسيرات، منها أنه الدعاء أو التلاء لكتاب الله تعالى المنزل عليه، وهي الصحف التي أنزلها الله تعالى عليه، والمسبح كثيرا. وفسر بتفسيرات أخرى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فإبراهيم عليه السلام كان من المنيبين إلى الله تعالى. ولما ذكر الله تعالى نبيه شعيبا عليه السلام قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وذكر نبيه داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي
الرجوع إليه والإسراع إليه وانجذاب القلب إليه وتعلقه به سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم أن الإنابة إلى الله سبحانه تشمل الرجوع من الغفلة عنه إلى ذكره سبحانه وتعالى، والرجوع إلى الأنس به ومحبته سبحانه وتعالى. فهذا كله من معاني الإنابة إلى الله سبحانه. ذكر الله عز وجل أن الجنة جعلها الله سبحانه وتعالى للمنيبين، فقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. فقال سبحانه: وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. فهذه البشارة بالجنة إنما تكون لمن جاء بقلب منيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك بشر الله تعالى المنيبين إليه بالبشرى، فقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فبشر عباد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو لكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني لك زكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، إليك أواها منيبا. فكان يدعو الله تعالى أن يجعله أواها، أي تلاء دعاء مسبحا كثيرا، منيبا أي راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، منجذب القلب إليه، متعلق القلب به سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنيبين إليه، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.